الدائس ديال محمد سعد ناشمي دبنيته ديالي الصغيره شاديه كيف جاتني الفكره نشارك البنيته ديالي المسابقه هذه ماشي هي الاولانيه وماشي اول مشاركه نشارك البنيته ديالي عندي ثلاثه اخرين وكاملين نشاركوا في هذا السباق هذا طويات صحاب اللي شاركوا ثلاثه بهم قال حتى انا علقت الاستماره هذه وشاركت واحد الجزء من السباق وطويات صحاب حاليا اللي كنعرف انا بين اصغر مشاركه وكنتمنى التوفيق البنيه ديالي كامل ماشي غير هذه عام و 10 شهور ان شاء الله كنتمنى المستقبل تكون من العدائل الكبار في المغرب ان شاء الله تشرف المنظمه سنين نقول لهم جالسين في الدار الجلاس ما ليه فيه شيء المراه دغيا لا تشرف والراجل اللي يبقى تبارك الله صغير ومزيون اللي يقول هذه شرفتها راه مبدله اللهم تريد على راسها باش تحافظ على الرشاقه ديالها وبقى صحيحه راسها ووليداتها اسمي رفيعة العيدي رئيسة جمعية دماغي للزهايمر والأمراض العصبية الانتكاسية في طنجة جيت مع مجموعة المساعدات اللي كيساعدوا المرضى احنا كل أسبوع عندنا حصة المشي ودابا جاتنا دعوة من عند جمعية رضوان واستجبنا للدعوة جينا كنا أكثر من 20 بينا وشاركنا وعاوننا سيدي ربي وصلنا 5 كيلومتر كنت كنقول ما غنوصلها شي وصلتها بصعوبة ولكن وصلناها بزاف بينا الأغلبية فينا ناس كبار السنة ديالي دخلت في 75 عام النصيحة ديالي بحال النصيحة اللي كنعطيونا للناس اللي كيقابلوا المرضى ما خصهمش يستسلموا لديك الروتين ديال المقابلة ويقولوا حنايا صافي أو لا بنادم كيكبر كيقول صافي أنا كبير تسمى هذه خطأ كبير الواحد يبقى يخلف طول ما هو كيقدر يخلف وما عنده غرض في الناس غادي يقولوا عليه شوف كبير هو كيخلف خص الواحد ما يبقاش يدير في الهضرة ديال الناس ويخرج بوحده مع الناس كننصحو يخرج مع الناس الجمعيه ديالنا كترحب بالجميع مرحبا بهم من الاسم الكامل ياسمين الحسني الحسنوي ثانوي ديال القصر الصغير من جمعيه خليج طنجه لالعاب القوى السباق كان مزيان يعني ماشي اول مره غادي نشارك يعني شاركت في سباقات يعني ملي كنت في عمري 7 سنين وانا كنشارك هاد اليومين هادي شاركت في مسابقه ديال العاب القوى في تطوان اللي كانت منظمه في تطوان وحصلت على الرتبه الاولى وفي الجري السريع وحصلت على الرتبة الثالثة في القفز الطولي وتأهلت البطولة الوطنية يعني كنتمنى يكون شي توقيت زعما اللي كان مزيان نقدر نتأهل بالبطولة الوطنية اللي غادي تكون في مراكش يعني عندي واحد الحلم أنني نزيد نكمل يعني نكون بطلة مغربية أولا وعلاش لا عالمية واللي تقدر يعني الجمعية اللي تقدر يعني تمناني أنني نكمل معاهم أنا نجي من القصر الصغير لهنايا يعني المصروف عليا أنا يعني أنا كنبدأ نحشم با يعني نقول له اعطيني يعني تقريبا دائما نشارك دائما خصني 50 درهم يعني دائما شناهوت دابا انا نوض في الصباح وكنقول واش نقول له يعطيني وقفت زعما ما قدرتش نقول له زعما اعطيني باش نقدر نكمل وكنشكر ربا بزاف اللي دائما كيشجعني يعني هو القدوه ديالي ملي كنت باقا صغيره حتى لدابا هو القدوه ديالي باش كنكمل وخوتي وكنشكر استاذ حسن حدو اللي دائما يعني كيشجعني باش نقدر نكمل وشكرا. السلام عليكم معكم محمد ياسين عدتي رئيس جمعية رضوان لألعاب القوى مدير ديال هذا السباق النسوي كما كتعرفوا هذا السباق كننظموه كل عام هو سباق نسوي 100% سباق على الطريق بمسافة ديالو 5 كيلومتر مفتوح في وجه الجميع الأحمر من عام تمية عام أي واحد سواء يقدر يجري يتمشى على حسب كل واحد والاستطاعة ديالو السباق الحمد لله كل عام على عام كيعرف إقبال أكثر وانا كنت متخوف كما كتعرفوا الاجواء كانت ممطره في الصباح ولكن الحمد لله ربي ما حشمناش وكان هذا الحضور مكثف كما كتعرفوا ان العدد المشاركات 1300 مشاركه من جميع الاعمار كانت اصغر مشاركه عندها عام ونص اكبر مشاركه قالوا لي 83 سنه عندها زائد الاجانب كما شفتهم تبارك الله اللي مقيمين هنا في المغرب حاضرين بكثافه العداءات المحترفات كذلك كانوا جمعيات صراحة كنشكر فعاليات المجتمع المدني وهذا هو الحب ديال التضامن خصنا نعطيو صورة في طنجة إيجابية نعطيوها إشعاع ماشي وطني دولي لما لا والسباق الحمد لله كل عام كيعرفوا حصادة
صدمت على الصعيد المحلي ولا وطني من جميع المدن كيجي عيطوا العدات المحترفات باش يشاركوا في هذا السباق النسوي. السباق كما كتعرفوا حنا كننظموه مور 8 مارس حيت هو السباق احتفال باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم. هذا العام نظرا للتزامن ديالو مع عيد مع رمضان الكريم أجلنا إلى غاية 21 أبريل والحمد لله السباق كان ناجح. أنا كنعتبر الدورة كان ناجح كل المقاييس رغم أن السباق على بعض العراقيل كما كتعرفوا أن السباق في الست أيام إيديسيون كنعرفوا مجموعة الصعوبات العراقيل. راه انا كنقول مستحيل مستقبلا لولا الدعم المادي كنأكد عليها وكنسطر عليها الدعم المادي أبر الدعم العيني واللوجيستيكي حيت الدعم العيني واللوجيستيكي غير كيف المادي قدروا نستمروا ونعطيوا الإشعاع والحمد لله هذه السيادة الصالحة ديال المدينة والصالحة ديال الوطن. بغينا حنا كشباب غيور على هذه المدينة نعطيوا إشعاع وطني ودولي لما لا. كنشكروا بطبيعة الحال هذا السباق منظم وتنسق مع مقاطعة المدينة ولاية اللي كنشكروهم اللي نقدونا واغي العدد ديال ولاية ديال طنجة طوان الحسيمة مجلس عمل طنجة أصيلة جماعة طنجة. كنشكرو شركة ميناء تدبير ميناء طنجة ومارينا باي قهوة الذهب شركة فانيسيا شركة أزا. امتياز كان هذا العام نقل تنقل بالمجان علي ما بغاش يشارك كلشي يقدر يشارك لافونتاج كلشي كيربح لي ميداي جوائز رمزية زائد جوائز رسمية اللي كتكون جميع الفئات محترفات أصغر سنا أكبر سنا زائد الأجانب دوليهم ما نسيناهمش. وطبيعة الحال في الآخر داد النشاط جميع الجمعيات اللي شاركت كتعطيو واحد الشهادة بالمشاركة. هذا الميساج كنوجهو جميع الشركات القطاع الخاص تبارك الله المدينة ديالنا معروفة بالشركات وبالمناطق الصناعية ميساج موجه ليهم خصو يكون واحد الدعم حتى هاد السباق يعطيو واحد الصورة إيجابية اللي عنده واحد الحب داد الوطن راه يضحي يدعم مستحيل ما يدعمش هاد الناصر ما يشوف الأم كبيرة طفلة صغيرة من جميع العمل عدات محترفات. أنا الرسالة موجهة ليا بالإضافة لمنتخب هاد المدينة اللي غيورين على هاد المدينة لما كان شي الدعم أنا كنوجه في القادم لما كان شي واحد الدعم مادي وعيني الجمعيه ديالنا راه صعيب حيت واجهنا واحد العراق وواحد الصعوبات هذا العام لولا التدخل ديال الولايه كنشكروها من هذا المنبر وبعد مقاطعه المدينه كذلك مجلس عمل طنجة بقدر موقف زعما صراحه زعما شي حز في النفس بطبيعه الحال الشكر في الاخير لجميع الاعلاميين الحاضرين معنا هنايا صراحة كنشكركم كنقول لكم شكرا 100 و1000 و1,000,000 مرة حيت هما اللي كتعطيو واحد الصورة كتوريو واحد الصورة إشعاع ديال هذه المدينة وتبارك الله الإعلام كان حاضر كانت واحد التغطية قابلية وكانت دابا في هذا السباق وأنا عارف غتكون من بعدية ودائما كما كتعرفوا جمعية رضوان الألعاب قوى خلات واحد البصمة على الصعيد الوطني والدولي. شكرا لكم لحظة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.